أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1985 من أذونات الخزانة الحكومية الإسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الرابع من شهر أكتوبر 2023 وتنتهي في الثالث من يناير 2024، كما يبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.49%. أعلن الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن إطلاق مسابقة البحرين للابتكار العقاري برعاية شركة ديار المحرق وشركة درة البحرين، وذلك تنفيذا للركيزة الأولى من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 والتي تنص على الريادة في الابتكار. وتهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف الكوادر الوطنية الواعدة وتبني الأفكار الجديدة لخدمة القطاع العقاري والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس سعود الخياط رئيس السياسات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. ما هي هذه المسابقة وكيف يمكن تعريفها بشكل عام؟ أمسي عليك بالخير أختي سيرين وعلى المشاهدين الكرام. البداية بتكلم عن المسابقة بشكل عام. المسابقة الله يسلمك تم إطلاقها تنفيذا للخطة الوطنية في القطاع العقاري المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وأعلن سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة الخليفة عن إطلاق المسابقة ابتداء من يوم أمس. تتمحور المسابقة في الأفكار والمشاريع اللي لها علاقة بالتكنولوجيا العقارية والاستدامة، وهدفنا من هذه المسابقة هو تمكين المواطنين والشباب من خلال دعم الأفكار المبتكرة، اكتشاف الفرص الريادية وتحويل التحديات إلى قصص نجاح تساهم في تطوير القطاع العقاري في مملكتنا الحبيبة. أحب أنتهز هالفرصة أن أشكر الرعاة الرسميين للمسابقة شركة ديار المحرك وشركة درة البحرين، الأمر اللي أكد على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص. وسمحي لي أذكر المشاهدين الكرام أن آخر موعد للسلام المشاركات راح يكون تاريخ 28 أكتوبر، وبعدها راح يتم اختيار المشاريع المتأهلة للعرض على لجنة التقييم، وراح يكون تكريم الفائزين بجوائز مالية في معرض سيتي سكيب البحرين اللي راح يقام تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه بالتزامن مع معرض الجواهر العربية في مركز البحرين العالمي للمعارض. نعم، بالنسبة للمشاركين كيف سيستفيدون من هذه المسابقة؟ طبعا الاستفادة راح تكون كبيرة. أول شيء بتكلم عن جوائز المسابقة، المركز الأول راح يحصل على 10,000 دولار، والثاني على 6,000 دولار، والثالث على 3,000 دولار، وأكيد المشاركين بيستفيدون من خلال تعزيز روح التحدي والإبداع والإنجاز وإخراج أفضل ما عندهم بإذن الله. المبدعين أصحاب الأفكار المبتكرة في القطاع العقاري راح يبرزون، وأفضلهم راح يحصلون على جوائز مالية مثل ما أسلفت. والأهم من دي كلها الله يسلمك أن المسابقة راح تفتح لهم أبواب للحصول على فرص عمل في أكبر الشركات العقارية في البحرين والمطورين العقاريين العالميين، خصوصا أنهم بيتكرمون في معرض سيتي سكيب البحرين واللي يعتبر بحد ذاته فرصة ذهبية للمشاركين في المسابقة، والله يوفق الجميع إن شاء الله. نعم، المهندس سعود الخياط رئيس السياسات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. تأتي فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2023 تحت شعار خفض الانبعاثات أسرع معاً، بمشاركة قادة القطاع وصناع السياسات والمبتكرين من دول العالم. وتم في المؤتمر مناقشة سبل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، بالإضافة إلى تغطية أحدث الابتكارات التكنولوجية والشركات وجهود التحول الرقمي المتعلقة بالطاقة. ويسهم الاهتمام بهذه القضايا في تعزيز الاستدامة البيئية والتقليل من التكاليف الاقتصادية على المدى البعيد.